تحول ادعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى سجال سياسي حول الصلاحيات، أدى إلى قيام الرئيس المكلف سعد الحريري بزيارة هي الأولى من نوعها لدياب في السراي الحكومي تحت عنوان أن الادعاء خرق فاضح للدستور الذي ينص على مثول رؤساء الحكومات أمام محكمة خاصة يشكلها البرلمان. رئاسة الحكومة مش للابتزاز، من الآخر، وهذا الشيء مرفوض ونحن مش هنقبل. أهالي الشهداء حقهم أنه يعرفوا الحقيقة، أما التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة هذا أمر مرفوض. ردود الفعل الرافضة للادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال اتسعت وشملت مفتي الجمهورية ورؤساء حكومات سابقين، كما رفض الادعاء الوزراء السابقون المشمولون به، في مقابل تأكيد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيق يتم بدقة وتأنٍ مع احترام الأصول القانونية والعلمية، ما بدا أنه صراع بين القضاء والسياسة. هذه الجريمة يريدون لفلفتها، إنهم يتحصنون بالحصانة النيابية بالمحاكم الخاصة التي انتهى وجودها في العالم كله من أجل منع محاسبتهم، وما قام به الرئيس صوان هو عين العقل. ادعاء المحقق العدلي الأول من نوعه على السياسيين سلك طريقا شائكا، يبدو أنه يهدد جديا الاستجوابات المفترض بدؤها بعد أيام. تحقيق المرفأ مهدد بالغرق في متاهات السياسة التي حالت حتى الآن دون أصلاح الكثير من الملفات الحيوية، والنتيجة خشية من أن تبقى الحقيقة التي يتوق اللبنانيون لمعرفتها رهن الروايات والتحليلات. كلوديا أبي حنا، الغد، بيروت.